كيف كتلاحظوا اللاعبين كلهم حاضرين في هذه الحصه التدريبيه ديال المساء؟ الجو جد لائم للتدريب. احنا في واحد الحصه واحد الايام ديال لادابتاسيون اللي باقي واحد اليومين ولا ثلاث ايام باش نحسوا باللاعبين في كامل لادابتاسيون ديالهم. فيما يخص الاصابات كيف لاحظتوا اللاعبين كلهم حاضرين هاد الحصه هذه؟ الصباح كان غائب اللاعب اسامه وهذا الشيء حيت حنا بغيناه ما يشاركش في هاد الحصه باش بور كيل ريكيبير ميو. كيف كتعرفوا اللاعب اسامه فعلا كانت عنده واحد الاصابه هذه واحد ثلاثه ولا اربعه اسابيع في ليفربول وباقي ما 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 رجعش 100% في هذه الاصابه ديال الركبه ديالو. وكيف كتشوفوا الان في هذه الحصه هذه كيتدرب بحال جميع اللاعبين. الفو غاردي كوم ميم دي ريزيرف الفو غاردي دي ريزيرف دو كونتو برونوستيك ا لون تيرم. غيبان لنا في هذه اليومين ولا ثلاث ايام الجايه واش هو مستعد واش رجع اللياقه ديالو الكامله ولا لا. نتمنوا باش تكون اللياقه ديالو كامله. اللي نقدروا نقولوا هو الاصابه ديالو ماشي بصابه بصعيبه، اصابه بسيطه، ونتمنوا باش يرجع للياقه ديالو. كتشوفوا الحصه الصباح فعلا كتكون الحراره مرتفعه، في الحصه المساء بحال المغرب الجو ملائم جدا، كنا هناك شويه الرطوبه اللي